السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم عن رؤية العزاء. عارفين العزاء؟ لما يكون في ميت وبنروح نعزي في هذا الميت وبناخد خاطر أهل الميت. الإمام ابن سيرين في البداية بيقول إذا رأى شخص عزاء لشخص متوفي، هذه الرؤية تدل على أن الرائي صاحب الرؤية من أهل الجنة. متهيألي ما فيش أفضل من دي رؤية، إن أنا أمر على عزاء وأشوف إن في عزاء لمتوفي. هذه الرؤية تدل لي وتبشرني بأنني من أهل الجنة إن شاء الله. أما رؤية أخذ العزاء تدل على تحسين الأوضاع إلى الأفضل، وقيل تخلص من الهموم والمشاكل. أما رؤية الشاب بأنه يأخذ العزاء لشخص حي لم يمت، شاب رأى في المنام أنه يأخذ عزاء لشخص متوفي في المنام لكنه في الحقيقة حي عايش، هذه الرؤية تدل له على زواجه من فتاة يعيش معها حياة سعيدة إن شاء الله، فهي رؤية محمودة بالنسبة للشاب. أما بالنسبة للبنت العزباء، رؤيتها للعزاء بدون جنازة، في فرق ما بين الجنازة اللي الميت بنشيله على كتافنا وبنروح ندفنه، وفي فرق ما بين العزاء. فالبنت العزباء لو رأت العزاء فقط بدون الجنازة تدل لها هذه الرؤية على السفر إن شاء الله، وقيل تحقيق أمنية غالية لها إن شاء الله تبارك وتعالى في المستقبل. رؤية البنت العزباء لشخص متوفي بالفعل، هذه الرؤية تدل على زوال الهموم والأحزان لها إن شاء الله. أما رؤية العزاء للبنت العزباء أحيانا، وده معنى آخر من ضمن رؤى العزاء للعزباء زي ما قلنا سفر، له معنى آخر، أن هذه الرؤية تدل لها على الأخبار السارة. رؤية البنت العزباء إنها تشوف في المنام عزاءها هي، يعني طبعا بعض الناس ممكن تقول إزاي الكلام ده؟ لا، في الأحلام في أكتر من كده. أنا ممكن أشوف إن أنا ميت وأشوف إن أنا بغسل نفسي كمان، إزاي؟ ما تعرفش. فالأحلام ملهاش قاعدة. فالبنت العزباء لو رأت عزاءها في المنام هذه الرؤية محمودة، تدل على قرب موعد الزواج لها إن شاء الله. أما رؤية العزاء للرجل المتزوج تدل على منصب عالي، منصب مرموق، منصب سيادي. إذن يا جماعة رؤية العزاء من الرؤى الجميلة، لأن كتير من الناس بتقيس قضية الأحلام على أرض الواقع، وده غير صحيح، مش مظبوط خالص. فالرجل لما يشوف العزاء في المنام يعرف إنه هو هيتقلد منصب كبير. ولو كان مريضا لنفس الرؤية، لو كان مريضا شفاء، وقيل عموما تحسين أوضاع إلى الأفضل للرجل المتزوج إن شاء الله تبارك وتعالى. بل بعضهم قال من ضمن معاني رؤية العزاء للرجل المتزوج رزق ومال، رزق ومال. أما رؤية العزاء للمرأة المتزوجة تدل على الاستقرار الأسري. رؤية العزاء للمرأة المتزوجة أحيانا يدل على الحمل. رؤية العزاء للمرأة المتزوجة مع البكاء تدل على بعض الهموم والخلافات الزوجية. أما رؤية العزاء للمرأة الحامل من الرؤى الجميلة، تدل لها على تحقيق أمنية غالية هي تتمناه، وقيل تحقيق أهداف وطموح، وقيل قرب موعد الولادة، وقيل بأن الولادة ستكون سهلة ميسورة إن شاء الله. دي بعض معاني رؤية العزاء في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.